زيد شرب قهيوة. نكمل هكذا يما ونخلص لكم الغلاية. نادي شوي شكون شوف. هذه تكون خالتي سعدية شافت الراشد متاعك. راهي جات. خالتي سعدية. سي الخير نادية، بصح خرجت من الحال. خرجي. الحمد لله يا بنتي الحمد لله. سي الخير خالتي سعدية. سي الخير عليكم، مبروك عليك يا وليدي. على سلامتك يا وليدي. ريحة لا سعدية ريحة. زارتنا بركة خالتي سعدية. شتي واش قلت لك؟ شتي الملامالي نمت هذيك النهار؟ يا قلت لك شتي راشد؟ شتو راكب فوق عود ابيض ولابس برنوص يرفر في الريح. صح خالتي نقول لك حاجة. أنا عمري ما ركبت فوق العود وركبت فوق ونطيح. شربي قهيوة خالتي سعدية. غير قطيرة برك عاد توجعني في الكبدة. في خاطر رشيد اللي خرج من الحبس هذه إن شاء الله ما توجعكش. كنت تشوف يا وليدي كنت نجي مقبل ما تخرج نصيب يمك مسكينة وحدها في الكوزينة وبابك في البيت هنايا الدنيا ظلام. وكراك خرجت يا وليدي راهي ضوات البيت كلش يفوت. ماتي هذه هي الدنيا والإنسان فيها نهار يكون فرحان وزاهي ونهار يكون حزين ويبكي. هذه هي. إيه ما لا نخليكم. زيدي قعدي شوية خالتي سعدية مازال الحال. نروح جي حميدة ضرب لي تشكة. حق مريم مازلت شادة في هذيك القضية. مازلت في بالي. وبالخصوص كي راه الرشيد هنا. بقاو على خير. سلامة خالتي سعدية. سلامة بسلامة. سلمي على رطية. سلمك على خير سعد قادر. يطلع عليك الخير إن شاء الله. شنو القضية يا يما؟ هذا الشيء بيني وبينها. ومن بعد نقول لك حاجة مليحة وتفرح بها إن شاء الله. انت على راك تشوفيها انا ما عندي عليها انا لان سبيناتهم يخدموا كي شواطئ. كامل كيفاش تمشي هذا؟ اسمح لي يا خو. واش كاين؟ ما كاش واحد هنا واسمه رضا يخدم هنا؟ راه شوف واش كاين راه راه. صح. فريد. وي. عطيني ديزنا بابي. السلام عليكم. سلام. ديزنا. هذه ديزنا تاعك. رشيد. يا وصافي رشيد صافا صافا الحمد لله صافا وانت بيان لاباس كيفاش راك مع الخدمه الحمد لله راك تشوف صافا طري بيان كاع وانت كيفاش صافا وقتاش فرنسا فرنسا البارح رشيد رشيد مازال كونفور شوف ها واش تحكي لنا رشيد شوف من عندك كاش حاجه جديده كاش شوف نخرجوا القهوه نطلبوا فيها قهوه ونصروا كمل خدمتك العشيه نتلاقى المعلم ما يقول والو ناس ملاح كي لو يسوش بيك اهم شيء وين هو الباترون هنا هاي ايش تحب نقول لك تعرف خويا رضا تقول شي كانوا ايام رمضان بدي الحبس يا خو صعيب لا غير واعي ما انت من ناحيه الوعي شوف انتم
تما وين المخ نتاعي بدا يتحرك شويه، جيت نفكر. عاودت نعرف واشنو قيمة الحرية. قيمة الدنيا. الحرية. اللي درتها. وإحنا صحة كاينة صار غير هو والدنيا مازال القدام ونضيعوا الوقت في حوايج ما عندهم حتى معنى. برافو برافو، راك وليت اكبر فيلسوف يا خويا. لا تقول شي كنت في لافاكولتي في الحبس، كيفاش عطاولك كاش ديبلوم على الخرجه؟ ما تبدلش، انا نهضر معك سيريو. انت كي خرجت من الحبس كش مرة ناوي تخدم خدمة ولا نشوف نحوس الخدمة؟ يقول لك الناس كامل على ميري غير ما نطمعش. واخطيك، خدمة البيروات كانت تاخذ رايي، شوف لها كصنعة واحدة اخرى وهذا ما كان. ولا تحب تخدم معنا في الكراج؟ نشوف لك المعلم تكلم معاه وتعشي غير ميكانيسيان، وش رايك؟ نقول لك صح، حبي نتكلم لك وتعرف ما حتى واحد تعفر في فرنسا ولا واسمه نبيل في العسكر. اما لا رانا متفاهمين. داكور داكور، العشيه نتكلم مع حسن وغدوه نردك الخبر. ما تعيا غير معمر بلاكريز. شوف اللي والو تعرف ندبروا لها محل، كنت نعلموا الصنعه مليح مليح، نفتحوا فيها كراج. شي رضا يا رشيد ميكانيك جينيرال، وتشوف الدراهم صير بولون بعشر الاف وتعاود الموتور خلات. حال تحلم هكذا، رانا مرفهين رانا معلمين، وش بيه؟ وعلاش نبقاو خدامين عند الناس؟ شنو؟ يا ردهم وين كانوا؟ والله غلطت بيهم، عم بلي بلي ما عندكش. شو انت 10 غير باش ما نوجدش بصح ردهم لك. ردهم لي، هيا ديهم فيك. شنو؟ او باش ردهم لك ردهم لك. صحاب ولا بطلنا؟ Quelque chose clochait dans le paysage, cette voiture embusquée. Bougez-vous !
نيه ما دي فاش الخوك شوف شوف شو علاقة المسكين شوف يعني مغيرك دي خوك بنتي يرقدهم بعد الواحد تشوفي Bien, l'INSEE a été obligé de me dire quelques petites choses. Vous êtes bel homme. C'est bizarre de faire ce genre de métier. Bien, j'espère qu'il ne me desservira pas auprès de vous. Oh, le pauvre Lise. J'ai confiance en vous. Pourquoi vous ne venez pas ici vous asseoir près de moi? Ça fait un certain bout de temps que j'y pense. Depuis que vous avez croisé les jambes, pour être exact. Ah, cette robe qui me remonte jusqu'au cou. Nadia, elle est pas fait à l'enchemette. La flemme, elle est telle fois qu'on m'a raconté. Je suis comme toi, Yako. Sophie, vous avez dit. Je suis allé à l'enchemette. Je suis allé à حتى يكمل الماكلة هكا يا عندي الوقت باش تدخلي مع التلفزيون مريم الله يشترك مدي لي نسخة وموافق صح نعم ايوا صح مش على التلفزيون رشيد قال لهم رشيد قال لهم ايوا رشيد راك معاهم اما راكم كاع بانين على راسي ها وراك راح كي ثاني تفرجي في الفيلم انا ايه؟ راني رايح نتفرج في المعن في الكوزين هذيك في الاخلاص يا وليدي ما بقاش عليها الكلام والديها طلع لهم من الشام داروا الجنحتين وطاروا فضلوا يعطوها لوليد جروسيس صح مليح ربي يعمل غير الخير انت الله يطيحك في بنت الحلال اللي صرها وتصطرك اما بنت البرجوازيين تعرف كيفاش لازم لها 504 والفيلا والذهوبات والحفافات كل جمعة والعطلة في باريس ولا الطاليان هالشي ما تقدرلوش انت يا وليدي ان شاء الله هتطيح في بنت الحلال اللي تكون من المستوى نتاعك ماشي تتزوج اليوم وغدوة تصبح في دار القاضي انا مدبية بالصحاف كلهم يحبوا هالشي ماشي غير بنات البرجوازية ايما لا لا كاين وعلاش كاين بنات اللي ماذا بيهم يبنوا الدار وياكلوا لقمة العيش والحمدين الله انا ماذا بيه ان شاء الله كاش ما يلاقيني ربي مع وحده منهم ان شاء الله تصدق لك الخدمه اللي وعدوك بها اصحابك هكذاك باش تطم شويه دراهم وحنا ثاني نعاونوك يعني مونيا بابك والمراه عليا انا نجيبك بنت العائله الشريفه يعني دارك قابل وتعطي الثقة في يمك على حساب الشوفة كان وحدة في بالك يا بني راك حر هذه عمرك انت تحكم فيه انا صح راني حاطة عيني على وحدة الطفلة الزين والبهاء والخصايا الله يبارك واذا قبلت والديها راهم راضيين من غدوة بسم الله وإذا ما قبلتش فتش على روحك الله يجعلك تطيح في بنت الحلال بالك غير من الغدارات وهذه الطفلة اللي راك تهضر عليها نعرفها انا كانوا جيراننا بكري راحوا للبلدة يسكنوا هذا شحال من سنة نادية كان في عمرها واقيلا ذاك الوقت 7 شهور عائلة سي المحبوب الله يرحمه يمات الطفلة بنت عم خالتي سعدية واش من الزين واش من بها الطفلة واسمها فاطمة وعندها أختها شوية صغيرة عليها عايشين مع يماه واش تعمل قاعدة في الدار تخدم في السبيطار في المنية تسمى تخدم على يماه لا لا
يما هيا بني عايشه بالبنسيون تاع راجلها اللي مات الله يرحمه في الخدمه ضرباتو تريسيتي كان يخدم في سونيل غاز وما هي ماهيش طامعه في بناتها يخدموا عليها واش راهي متمنيت لهم ولاد الحلال باش يسطروا رواحهم وتزوجهم تتهنى منهم هذا ما راهي متمنيه واش تقول ما عندي ما اقول كيفاش ما عندك ما تقول اذا راه قابل نروحوا نخطبوا بسم الله كيفاش هذا كيفاش هذا تروحي تخطبها هكذا دار ما عنديش الخدمه ما مازال ما عنديش ما نعرفها ما تعرفني كيفاش هذا ويا سبحان الله هي قابله تزوج بيا احنا نروحوا نعطيو الكلمه واذا ما كتبتش ربي كبير اما الطفله راهي موافقه وطايعه يماه خليني انا حتى نخمم اسمحوا لي ريحان نرقد ناديه رقدت ايه رقدت رشيد راني فرشك فوق كنابي صح يما تنسيش راهم فوق التلفزيون هي خلات لك شويه دراهم فوق التلفزيون وشنو ما مرانش محتاج شوف كل ما تديهم شغل غير هالحال اي ما صحة سلف لي صاحبي رضا عندي دراهم يا صار على صحابك تقبل واختك ما تقبلش دراهمها يما صحاب غير باش ما يغيضاش الحال بالك تعلم فهمتي باش شوف تكمل هادو يا فهمتي باش وانا ندير رشيد نوريلو الفاتح كامل نحي هذا وهذا برك شوف فهمت بصح مره اخرى زيد عاود لي كلش باش تدخل مليح في راسي ها ايه راك معانا وتشوف كاش نهار نعاود لك ثاني الله يعاونك شوف انا طاقو كامل اسمع كيربو تعرف هذا دخول جديد ما نعرفوش قيل صاحب رضا اسمع قلت واحد الحاجه رد بالك منه قال لك راكي باخرج من الحبس يا با بصح واش ما نعرف يكون كاش مسرق ولا قتل ولا يا خويا عاشور شحال تحب تخرج الدعايات في الناس هكاش منها هذه شوف يقول انت شي تعقدت علينا هذا ولاش القتال اللي عندهم فيكرا سبيسيال ولا كيفاش؟ اسمع بركان حسب ما ولا واش؟ سرق بالك بصح قتل شوف شحال في عمر دراري رضا اطلع نسحقك كريمو كريمو
عاون راشد الله يخليك. وري لك تشدي موديل اللي كيروضو. عاشور عاشور، واش لرويت هذيك؟ عندها 3 ايام وهي هنايا. صاي خلاص كملناها. هاو كلموا مع رشيد يموطوا لها غير لي بلاكات دو فران برك. واش سكيكي؟ نعم. كاش انا اريد احب نتكلم لك واحد الكلمه على تخص صاحبك رشيد. غير خير عاشور، كلامنا راح نقوله رضا يهمك انت تاني. رضا، كنت حكيت لك باللي انا عملت عامين حبس، وحكيت لك على الشيء اللي وصلني للحبس، ونهار اللي خرجت حتى واحد ما دار فيا الثقه، وحتى واحد ما حب يخدمني. عاشور ما على بالوش. الصباح جا ليا وحكى لي على صاحبك رشيد، قال لي باللي دار الحبس. روح راح تخدم على شرك، وخلي الناس تاكل خبزتها. اخي عقلية انت عساقطين يا اخي. واش صاحبك راه لاباس؟ دخل في المعمعة ولا؟ صافا، على كل حال هو خدام يخدم مليح. هاك توفي. يا خويا لا هو ناوي يخدم نعاونوه. وان شاء الله ينجح. باين عليه باللي ولي فاميليا. هذا سيد ديسك دفرا. انت كله تشوف تلفزيون. هذا دائما هكذا. حتى ينعش مويه في الوالد. صوفيا، كل ولا نغلق التلفزيون. هيا بسم الله. واش رشيد؟ الخدمة تاعك الجديدة هذه عجبتك؟ صافا. ما تليق بيا، نظن تليق بيا. لو كنت عارف لو دخلت لها من بكري هنا. خير ما نضيع وقتي في هذوك الكواغط. ونخلص، فهمتوا عليه شحال؟ ما تكلمناش. على خاطر رضا قال لي هو اللي يدبر راسه. يتسمن المعلم صاحب رضا. مع الاول ما شكيتش يخلصني بزاف، على خاطر يتسمن يتعلم. بالك يا وليدي، اذا كنت تفهموا في البدايه. ولا تولي تحل فيها وتربط، بالك. غير ما تخممش. هذا المعلم يبان نيه. انسان كازوز ولا عنده الكلمه. وصحيب رضا. اوا ما نظنيتش يلعبها له. المهم ماشي الدراهم. المزيه اللي صوت واحد خدمك. وعلى بالو اللي درت الحبس. على بالو. هبل هو كان باقي دار الحبس مدة واحد العامين. اما هذا باندي. رد بالك على روحك يا ابني. برد بالي. علاش ماشي هو يرد باله؟ علاش ما يشكش باللي هو انا هو الباندي؟ يماك عندها الحق يا وليدي. سمعت؟ انت ماشي كيف. على بالنا باللي ما عملت حتى شيء. ما قتلت، ما سرقت دراهم. كش باندي انت واش مستني توريقه في عرض في بلاصه المير؟ هذا ما كان. والبانديه اللي قتلوا الارواح يسرقوا الدراهم الناس، فهمت؟ يتعداوا على الناس، يقاطعوا الطريق. انت ماكش منهم، انت ماكش كيف. بابا شكون اللي قال لك بلي هذا سرق ولا قتل واحد؟ شكون اللي قال لك؟ وعلاش دار الحبس؟
قال لي تجمع فو انا يا صح نخدم هذا مكان حتى دخل الحبس راه خطا على جال خومي ما على باش واش دار انا صاحبي سفيان نوض تغسل يديك اوليدي لك كملت اش كاين خلونا نسمعوا الاخبار صحه هو كيجي الخبر يقول لك سكتوا كيجي الفيلم يقول لك طفوا التلفزيون لبنان المقاومة الوطنية تطارد الصهاينة في عدة مواقع بالجنوب الهند حوادث دامية تتخلل الانتخابات التشريعية رشيد راك راقد لا لا مازال يما حبيت نسألك على واحد القضية بصح غير بيني وبينك باباك ما على بالوش على هذاك صاحبك رضا اللي دبر لك الخدمة ايوا واش بيه واش تحبي تعرفي عليه يعني طبايعه وخلايقه اذا انسان مليح والعائلة رضا وعلاش راكي تحوسي على خلايقه وطبايعه كاش ما كاين سقسي برك وعلاش ياك صاحبك نحب نعرف هذا صاحبك كيفاش عامل واش هي العقليه نتاعو هكذا جاتك نفحه اليوم قلتي لازم نعرف صاحب وليدي تكون كاش عفسه هنايا ولا بس ايه اتكلم فهميني قبل ما نعطيك التفاصيل نعطيك حتى التصويره تاعو اللي حبيتي بالك اذا كتب ربي ما نعرف راني نقول لك هذا الانسان خير من ناس اخرين صاحبك تعرفه خدام انسان مليح وعلى حسب ما نعرف عنده حتى سكنه وعنده خلاص فهمت مونيا وريدا هذيك هي بالذات انت واش تقول واش نقول له والله غير كنت عارف باللي فيها عفسه شميتها ترنيك هذا رضا حلوفه والله من الكبار وبنتك هذيك اسقلها والله غير اليوم احبس اش بيك هبل حبيت انت قارو بركين لا لا استعرف بها رضا انتك في الصح ولا غير انسان بيان وليد فاميليا زوار شويه بصح حبي يلعب هكذا كيما صحاب السينما جبها لهم بوغوز بصح لاباس به عنده سكنه ستوديو ما ماشي ابارتمون صغير يعطيك عنده وين يدرك راسه هو ومرته وان شاء الله اذا كتب ربي نعطوا له مونيا واش رايك واش نقول انا اذا مونيا راضيه به هذاك هو الصح هو اخر واحد اخر هذاك اللي كنت نخمم اما لا رانا متفاهمين متفاهمين ياك هما اللي رايحين يتزوجوا هما اللي لازمهم يكونوا متفاهمين هما راهم متفاهمين غير ما بغاش يهضر لك برك حشم منك مي حشمة في واحد البلاد وبابا واش غيخمم في هادشي ما قلنا له والو هو تعرفوا كيفاش داير ما نقولوا له والو حتى نهار اللي يجوا الخطابة خطابة واش من خطابة رضا ساكن وحده وما عندوش والديه الله يرحمهم راه وحده سافر له عنده اختو اختو واحدة مزوجة في مغنية ولا بنصاف هذه مدة 10 سنين ما شافهاش وخالو بصح ما يتفاهمش معاه قطع العلاقات كامل حتى والو يطلب له هادشي ما نظنش يجي يخطب له يجيب صحابو صحابو انا هو صاحبو بل انا هو اللي نجي نخطب له اختي يجيب صحابو واحد اخرين يجيب الجيران وهذا العبد عايش وحده ولا مع الناس مريم وانا ما تردوش ارقد انت غدوة تصبح خدام ومن بعد نتكلموا على هذه القضية وتكلم مع صاحبك أنا؟ ياك هو اللي راح يتزوج بأختي هو اللي يتكلم لي واش؟ قلت لك باللي هو حشم يتكلم معاك أنت اللي حقك تساعده باش يتكلم حشم أنا صح ما يكون غير خطأك أنا نروح نرقد هي تصبح بخير وبركانة من حد الدخان صح؟ صبح بخير
هيا طبق شوية رشيد. هاي لا ماشي هكذا شوف راني شد من هاسم ساك ساك اخوة زر قاعد تسح شوف اوهوه عندما ما راني تسح الله عيتني تعصح يا اخوة راني في واحد مجوعة صح اضرب شمع بطاطا بالفولي شبنا قرعة جازوز قارص هيا احكي وش نحكي الشيء قلت لي عندي واحد الكلام نقوله لك حبيت نسقسيك انا على فلا اش خبر شتا واحد النهار كانت معايا امها انا كنت جايز شفت لا بياس الحسن تلاقيت بها بعدك وما دخلوا واحد الحانوت تاع مش عارف بقي بيع المكياج وكتان وانا كملت وهي شافتك العين بالعين ولعبتها شغل تحشم بط راسها وانا عطيني ما حبش ندير لها حسابها كملت وعلاش غتسقسي عليها دوك هي تزوجت وكي عن بالك لما لا شوف لك واحده اخرى وقتك مال البنات تاع تيتسي شوف لي واحده اخرى روح وصيبه مالاش خلاص البنات من البلاد راهم غير هما كان اللي عندهم طزينه في الدار وراهم حارين فيهم وتعرف راح يجي واحد الوقت يوليو البنات هما يخطبوا الراجل وهما اللي يدفعوا الصداق او جا ذاك النهار ديجا كيش كي ما دوقا انت سمعت بلي راح تزوج شكون اللي قال لك شكون اللي قال لي نسيبتك اما مرتك ما هذه السحبة تخدع سنان يكون في الحس وجيت تعشق لي اختي قلك الصح رشيد اختك مونيا نعرفها واحد العام ونص قبل ما دخلت الحبس والله هكذا راه تزوري طبعا ما يهمش ما يهمش ياك كنت ناوي تزوج به مازال ناوي احنا وياها متفاهمين شوف غير رايده بها ويماها برك وخوة نسيتوا وين تحطوا خضر فوق عشاوي والله غنسيت الحق وخوة راه قبل بشرط واش من شرط اني قبل سي الشروط تاعك نهار تزوج انا سنتر وانت تغني هذا المكان نغني ونشطح ونزيد حتى يو الى حبيت صح شو دوك تاع الصحة كان شرط واحد اخر مي سيريو مازال تاني الخطة غير حبسها اسمع واش عن بالك كلوشار سكرجي شحال عندي ما شربتش وعن بالك ردت على زمان اه مبروك عليك مرات مبروك يقبل بابك هي الصح ما تخافش راني هنا واش بيك بيستون وين محمد زوج ديسير الله يخليك تفاحة زيد اكسيليري زيد نقص شوية نقص صافا دور السلام عليكم وراه المعلم ديالكم صافا هادي ماشي خدمة يا خوي هادي تسمى خدعة هادي شبيك تعيط الناس يدخلوا بصباح الخير وكذا من دخلت هنا واش كاين الناس دير فيكم ثقة وانتم ما جاتكم في الميلات والطراطق واش كاين غير الخير يا سيدي فهمنا سبحان الله العظيم دخلت المباراة تعيط حبيت تدور بيا الغاشي ولا واش؟ انت هو المعلم هنا سبحان الله العظيم شوف يا اخي الديسك وقول لي واش تشوف فيه اعطيني عقليتك هذا ديسك تاع 128 وما تعيطش يرحم والديك انا اسمع اسمع انا جبت لكم ديسك جديد دوريجين في لومبالاج ديالو راك عاقل عليا وما مش دخلتوا لي تجيب لا بيوتيز جبتها لكم ما تعيطش
بالعقل دوك نفريوها. انت مول الكروسه 128. اه وراي كروسك دوك. راهي عند ميكانيكا واحد اخر خلاتني نطن في شي ديموشا. جمع لي شري الديسك واحد اخر. في عود هذا اللي بقطوه اللي مطلق كاع. اشور هاي تشوف. هو بتاع دوك راني عقل. واش كاين خير ان شاء الله. اشو السيد هذا راه يقول بلي انت اللي خدمت له الديسك ولا بيتي تاع لا فيات 128 ديالو. ما تعرف انا كيفاش ماكش عارف؟ نسيت نهار الاربعاء الصباح لا فيات البيضاء انا الاول انا كي حليتو البيبان. ايه فيات بيضاء خدمت مع فريد واش كاين؟ وفريد وراه؟ فريد راح يجيب لوكيت وهذا هو الديسك اللي ركبتو فيها. غادي تشوف هادي راهي فوتي هادي انا خدمت له واحد جديد انا. راه واحد الشرقه لو كان ماشي نضرب فيه ماك واحد الشقله تشوف كيفاش. يا ابو احمد خويا العقل مليح وزق علاش هاو لك المعلم سي حسن وتفاهموا غير بالعقل. انت ضربني انت انت ضربني هاك ربيع عاشور لا حيدك انت لا حيدك كبير عليك لا حيدك قلت لك عليا ما تمسليش عاشور يكفينا. اسمع سي محمد ما ديرليش شقلاله في المحل يرحم والديك. المعلم هضر معاه انا هنا يا خويا بالعقل. اسمعني اسمعني شوف راك تقول بلي جبت ديسك ولا بيتي جدد هاو حق الثمن تاعهم يا خويا وسمحني يرحم والديك. لا ما نديش ماشي على الضرر غتني الحقره والمخ انسان دير فيه ثقه ويدور عليك كي تعبان الا في كل شيء هكذا راحت البلاد. وانا راهي لا مورال لا كونسيونس بروفيسيونيل اما لا غير اللي غمض عينو طير بها الحشره ولا كيفاش. اسمح لي يا خويا اسمح لي الله غالب شوف واش حاب ندير له. هذا هو القماش هذا زعما يخدم على فاميليا وباباه مريض وخوته صغار دخلتو يخدم لهنايا زعما باش يعاون فاميليته ويعاون روحو. هكذا دير لي بتبادل مع الناس ها بصح هاد المره والله ماني سامح لك مانيش راقص السوسيال انايا سمعت مانيش صندوق اجتماعي انايا غير هذه الخطره غنجيبك برا وربي كبير. جيبو برا يشتهر المخطر يشتهر الحبس كاع. يرحم والديك سمح لنا يا خويا هاهم لك رفقك حق لا بيتي ولا اخر وسمح لنا فوق اللازم. سمحوا لي انتوما لعبت لي شويه لاتونسيون معلش. هيا باي لاكيو مليح يا عاشور هكذا مليح يا وليدي دير فيك الثقه وندخلك تخدم دير لي تبادل مع المشتريه. مالا خلاص مشتري معايا انا ما جاش حتى مشتري يجيني. ولا وليني ولا عرفت انا جاب ديسك ديمو فينا هنا ولا كيفاش؟ هاو جا فريد. فريد غير هنا طوموبيل لا فيات 128 البيضاء اللي جابها الراجل نهار الاربعاء خدمتها انت وعاشور الديسك اللي درتو لها جديد ولا قديم؟ فريد اخي راك شافي ياك شافي بلي وسيله ديسك جديد ولا لا؟ اسكت انت عم بالك سلخت خليني نهضر معاك. جديد جديد اني فهمت عم بالك سلكتها اطلع البيرو عندي هضره معك. وانت يا بعد ما كمل مع فريد اطلع دي خلاص قطع الشهر هذا خاطش هنايا اللي فايو ما يسحقهمش في المحل ديالي. ولا انت مليت كرات ما تبقى تخدم مع المحابسيه. رضا هي معايا طلو دراهمو وما نحبش تشوفون هنايا. على بالي بك نهار الوجد ديالي بلاصتي. الحديث بأس شديد وما نفعل للناس هكذا لنعلم كيف نستثمر الحديث وكيف نستعمل الحديث وكيف نصل الى الحديث وكيف نتصرف في هذا المعدن النفيس في هذا المعدن الصناعي العظيم. مجال العلم العقيدة نفسها يجب أن نصل إليها عن طريق العلم في سورة محمد قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. العمل يجب أن يشترك فيه الرجال والنساء كل له ميدانه وكل له أجره وكل له وزنه وكل يعمل في مستواه وحسب طاقته وإمكاناته وله نتائجه الحسنة في الدنيا وله نعيم الله في الآخرة. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن. اسمعوا 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 الكلام اللي فيه الفائده وانتم تتبعوا لي فيما لا يعرف الشواطر باحسن ما كانوا يعملون وفي التربيه وفي التعليم وفي اقتحام كل ميادين العلوم نجد الايه الاولى التي تلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتمل على كل هذا وهي الايه الاولى من سوره العلق. روحي يا بنتي شوفي مشينا تطفي. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يعطيك الصحة، بارك الله، بارك الله فيك. هذا كلام اللي يستفاد منه الإنسان، هذا كلام. يحط العشاء والرشيد جا؟ رشيد يتعشى مع صاحبه في الريستوران. يا تعشى في الريستوران في عشرة؟ عندهم الحق. هيا عطينا تعشى ويلا. يلا صحة، جيب لنا زوج قهوي. خفيف انا يا خاطر الخدمة يدمش الناس. هيا كمل الكلام تاعك. قال لي تقدر ترجع، بصح لازم لي نعاود ندير دوسي واحد اخر. ومن بعد نولي زونترينمون كيما بكري. خويا لابوكس سكنت لك في الدم هذيا. وهاد المرة راك معول باش تربح ولا كيما المرة اللي فاتت؟ حتى شتك طايح كاو. لا هاد الخطرة غير نعطيها واحد لي زونترينمون. صحة. وخيك تاع ما تعقلوش كاع. هاو هذيك الضربة تاع كاو ما تروحليش من دماغ. والله غير ناخذ لا ريفونش وربي كبير. هذيك خبرة ثاني كنت تحكيها هكذا. احتاجتك. صح ماشي كيف كيف. كانت خصني حاجة. بصح دوق هذيك الحاجة عندي بزيادة. الإرادة. الإرادة. خويا. ما عندكش ثقة في خيك ولا كيفاش؟ حاشا والله حاشا. والله عندي ثقة فيك. نقولك صح، عندي واحد الكلمة عمري ما قلتها لك. والله غير صحة من نيتي. استعرض بيك. استعرض بيك على خطر صاحبي. تعجبني فيك حاجة. سما اللي عندك في القلب تقولها. واللي يجيك في مخك تعملها. بلا ما دير حسابك. ماشي كيما واحد الناس تلقاهم يحسبوا ويطلعوا ويهبطوا. انت ما فيكش هذيك. خويا ما عندكش الهفة الثاني الحق. استعرض بيك. لو كان الناس جاو كاع كيما انت كان الدنيا هذي راهي هاك وردة. كي واقيلا وليت بسيكول ولا؟ صح. هاك خلاص هاك. احبس احبس. واش والله والو. خلي راس الشهر كي تخلص لابي تاعك ندير العشاء في الدار عندي. هذاك هو جعفر يجي من فرنسا ونبي اللي يجي بيرميسيون. عشاء ماماي تاع الصغار. بصح حنا نضيف. ها انت تضيف وانا عليا طباصه والفراشه. جعفر كي رجع يعاود يولي لفرنسا ولا ريحنا؟ ما نظنش. كل ما يبعث لي بريه يبكي فيها. على حسب حطها ما حكمتلوش. والله غير فكرتني صغيرة درناها في تيبازا جماعة كامل. شوف شوف يا حسرة جعفر. الله المسكين يعز عليا. الشيء كنسى الزبل تاع الكور. واش تحب؟ لا حلو. شكون اللي قال روح لفرنسا؟ نصحنا نصحنا ما حبش ياخذ الرأي. مسكين كان في حالة. واحد الخطرة كنا مع بعض وحقنا هكذايا وكان طلع له الغاز حقت له لهنا. بدا يحكي لي عطا مسكين ما كانش يتفاهم مع باباه ومرت باباه. يحكي يحكي حتى طاحت له دمعة. صح هكذا و دار بروحه زعما بلي ما كاين والو. قلت له يا ما تحبش تلعبها واش بيك غير الحجره اللي ما تبكيش. تما اللي بكيكي طفل صغير. وهذيك الضربه هذيك كي كنت في الحبس ساعات ساعات تفكرها. شو
عاشور جعفر هكذا بين عينيا و نقول يا رب. يا حصرا واحد صغير كيما انت غرام خلاتك غير الغرام اللي يطيح واحد صغير يا محانك اللي تبوس في الحيوط سلمى عطرو الصوارات يا جناس خلاتني عجب وروح البحر غرام كيما بحالي خالي غدوة نغسلها لك خالي يما صدموا عليا لي فويو كنت مشى للزنقة دخلوا عليا ومن بعد رموا عليا قرعة كسروا قرعة شرب ودفقوا عليا درت لهم والو انا كنت داخل الدار ولا طيح في القاعة وهم يضربوا ومن بعد هربوا يما راك متحقق باللي عاشروا معاهم تحقق جات العين في العين شتو هو ولبس شعلاش قلت له انا قلت له باباه ولا يماه باه لابس كان شي ناس يكرهوا العباد بلا سبه صاع عشر شويه مخلخل عندو لي سلطه محروقين انا لين براهم مالي تفور شوف الله نشد واحد غير يكبر راسنا سمعت بدي اعرف شكون انا فرختك
هاي ليك. هاي ليك. هاي فهمت غرقتي كان ضربوه وياخذوك الحبس انت غير كما خرجت وهذه المره يمحانك يبدوك بالزرناجيه صح يا ربي هذه حجره ولا خليني شوف خذ دوك انا ديك على بالك شنو علاش على رشيد تعرف دوك كيفاش ما غنيش الحال على خاطر ضربني ولا العجوز سمعت العجوز عند بالها دوك باللي وليت فويو نتاع الصح ولا راني ضارب ومسكر يا اخي طنا يا اخي لو كان فهمتها فاهم انا راح قولها انت يعني يمن فخين الدم يسيل ونفوح بالشرب من كيلومتر وانت راح قولي فاهم انا خزرت فيا استحيت تاع الصباح هاي ستة تاع الصباح رحت نبدا غير باش ما تشوفنيش ستوتشي في القهوه تاع ليلو تابوه يوب الصباح كي خرجت من الدار ما انت شغل راك مستعرف بالغلطه شغل انت اللي درتها قلت لي انا مره على مره نتفرفش في رايك انا نهضر معاه ان شاء الله غير تمني برك خفي راح الحال عليك هي تاعك منيا ها هادت مع الصباح ربي اشربي قهوتك وسكتي صوفيا نوتو خليه يرقد يقرا على 10 ونص الزيت راهي تخرج لازم نبدلوها لي جو ها اعطيني لاباس ما دارك معول واش معول لا بوكس وي من اشياء ما تنبدا مع سي رمضان نونتريني كل اشياء نستل سبع ونص واش حاب تولي شامبيون ولا باش غير تكسر له فمون هذاك عاشور هذاك بلا اونترينمون بصح زوالي واش راح لي فيه خلينا منه يا خلاص ميت هذوك لا لا بوكس اللي داوي فيش خايل يشفع قدس بس روح في الليل داوي لا بوكس روح في الليل بعرف انا من خزة انا ماذا بيا نسيبي يقولي الشامبيون تاع لا بوكس ياك نسيبي ولا بطل يا رب نسيبك شكون اللي قال انا ماشي ها ولا فارس السلعه هذيك ها فيها وقت جيت طحنا شير في الدار كي السردين تما انا ما حبيتنا نفس قول ها سيري فيها وقت جيت خطب راسها ما شاء الله قال لي حسن عندك 500,000 ومع الشهريه تاعي هذيك هي والدي ما طامعين في والو ما طالبين والو انت تقول هكذا بصح صدق فيها فيها واش غير كاش سنيسله ولا كاش مسايس وخلاص وزيد لها كبش والله زوج قنطار سميد وخلي تفادفها تعرف والعرس فيو العرس الى كتب ربي في الصيف Thank you.
صباح الخير يا سمران. رشيد اليوم راك فرحتني بزاف وعجبتني على حساب الشوفه راك معول نقدر نتكل عليك تقدر تتكل راني معول تاع الصحه المره صح انا قال نتكل عليك ماشي قلت لك حاجه قلتها لك قداش من مره عندك في الدماغ وعندك في اليدين ساعة تخصك حاجة قلب شوف غير ما تخممش هاد المرة اللي عندي في القلب أكثر اللي عندي في اليد وفي المخ ما لا وري لي واش في قلبك لا حد دخان عجزة بدأوا يخرجوا واش لي مقري حكمت لك والله انا احكي يا سيدي استنى يا اخو من بعدنا عندنا الوقت ونحكي خلينا ونشموا ريحه البلاد شوف كيش ولات واش رشيد عندك مده ملي خرجت شهر ونص برك رايحه مازالت في الحوايج شمشم الحمد لله كي خلص سلامات ما لقاش يتغسل وانت رضا مازال في الميكانيك راسي الثاني راهو معايا وي مبروك يا سيدي صح انا كنا نسناو غير فيك هكذا ندير واحد ليكيب اوا على بالك انا الميكانيك خاطيني لا استناوني نحط القش ونجي معكم ها هو شوف في غرضك راح استعفى قصر مع الشيخ شرب اتاي وبعد تلقى في القهوه ولا شيء عند سي موسى اش شكرا مالك
مرحبا بك لاباس شويه خير الله يسلمك واش الدار ممشي لهنا مرت بابا راهي في دار باباها والشيخ مش لهنا باباك راه في السبيطار عنده 6 شهور ما على بالكش سبيطار ما على باليش على بالي 6 شهور ما جاتنيش بريد عمي منصور واش من سبيطار سبيطار مصطفى ولكن الصاله والسيرفيس اللي راهو فيه ما حبتش قلنا وقالت لنا ودي ما تروحوش تطلوا عليه وراك مرت بابك تعرفها خير منا في حالي. الله المصيبة يا سيدي شعب هذو مرادي عندها قلب ولا فاش هذا ما تكتب لكش باش تخبرك باللي باباك ما العقلية دي ما نفهمش عمرها ما دارت الحساب حتى الشيخ بابا ولا غير هي اللي مرضتها انا متيقن باللي هي اللي وصلته للسبيطار تحب تروح تشوفه غدوة نجيو معاك ما يكون غير الخير واقيلا في السبيطار وخير من الدار تهنى من هذيك الطاعون هذيك روح عند عشاو مدري ولا في قلبك تحب نروحوا للريستورون تاع ديك النهار هاو علاش ما نديروهاش في دارك عندي سويلا معليش نشرو فيها كيلو مرقاز ونديرو لها عشاء ونقصرو بصح بصح جعفر يبات عندي مشات قايم بها ياك اه دائما هكذا شويه ضعف زيد زيد شويه بركات بركات يا او كاينش بركات واقيلا عندك بزاف ما كلتش المرقاز ها هو كان غير هو فرنسا على بالك ولا لا موضة غير اللي يزيد تاع الريستورون يدير فيه كوسكوس بالمرقز صح البنا البنا ماشي كيف كيف والله غادي فرنسا مغلي واش حكينا على فرنسا انا عمري ما رحت لها ايه عليها كلام وكلام وفيها ناس وناس كاين رومي اللي يدير في قلبه وكاين يا خويا اللي يدفنك وانت حيه لو كان يصيب راسيس اشنو خاوتنا تاني على بالك الواحد يفسد على ميا اش قال لك رضا مو فين دراهم دراهم كاش ما درت فيها مازالك نيا واقيل اكتب هذيك الكابة تاع مقبل وفاليزا هذاك هو راس المال الكاينه شريتها قش والفرق الاخر قتلتو في البابور مالا ماكش معول باش تولي وين لفرنسا عاودنك نسترق ولا مزبل اهو بركات على ما راش البلاد نخدم الارض خيط تخدم الارض وعلاش لا لا نكسة هذه شحال وين نخملها
كنت كنك ندير في دمك كنسه ونبدا نكنس، تجيني فكره في راسي ونقول لو كان راني رافد البيوش ولا المحرات ونخدم في راس جدي ماشي خير. عندنا مرسو تاع الارض ملي خلاه بابا في 64 نهار توفات العجوز الله يرحمها، راه قاعد غير هكذاك. اوا راح نصطالي عند جدي تما خير. او جدك مازال حي؟ مازال حي، عنده تقريبا 90 عام، مازال بالك راه خير منك. او قاعد مع بنتو عمتي. مالك معود على الصح؟ اوي معود ان شاء الله. لا حق انت سبورتيف. تاع الهيرة. لازمني نروح يا خو. إلا ما نجحتش المرة هذه. تسمى خلاص. ما نسواش. راح نصطلي عند جدي خير يا خو. شوف. كراك معود تخدم الأرض. أنا أقولك تنجح. وبربي إن شاء الله نجولك أنا ورشيد. فربيع نزوروك ان شاء الله بربي. وانا خذي لي كنجيك جوج قفيفات تاع الجلبانه. هاو انا ناكل اسمها بطاطا ان شاء الله. الا جيت ان شاء الله. اوا نجيو. ويلا راك تحس روحك قادر على خدمه الارض. قادر وعلاش لا؟ يا وليدي الارض يلزم لك ترضيها باش ترضي. نعمل مجهودي اللي نقدر عليه. وماك تا معول تروح. كي تخرج من السبيطار ان شاء الله. يا حسرة ولا تستناني انايا. اذا حبيت نروحو كيف كيف. واش راك قاعد تعمل هنا؟ اللي هي في البلاد بالك ترفد صحتك خير. واش تميز؟ فات الحال يا جعفر يا ابني. يكون بكري البارح انكرتها، اليوم تنكرني بلا شك. روح انت، راني متحقق تنجح من عندي. راك ادعي دعوة الخير ينجحك ربي ان شاء الله. ان شاء الله. أما أنا ويلا ويلا ريحت شوية راني نجي نزورك ونشوفك واش درت. ويلا كاش ما قدر ربي وانت الأجل نوصيك يا ابني هديني تفني تما قدام عجوزي معك. ما تقولش هذا الكلام يا بابا، مازالت البركة. كل شيء بأمر الله سبحانه. أصحابك واقيلهم بدأوا يتقلقوا. هاد قدروا تروحوا. مازال الحال أبد. أنا قادم. أراكم مسرحين. روحوا برك. أنا ثاني. أنا عيان. حبيت نرقد شوية. الحمد لله اللي رجعت بصحتك يا ابني. نجي نشوف قبل ما نروح. كاش ما تسخس حاجه نجيبها لك. صح يا وليدي ما تسخس والو. صح ما خصني والو. سلم عليا. سلام وليدي ما دير والو في بالك. قولي نجي من عند الله دائما مليح. مالك بقى على خير بابا. على خير بابا. بالسلامة ولادي. الله يجيب لك الشفاء ان شاء الله. اللهم امين. بالسلامة ولادي. بالسلامة. انت الله في رواحتكم.
بالي ما حبش من شاف على شي كان هكا. اليوم يحقرني ما خطر مراني ول خدم تاع الأمير كل يوم مع الكوارت ديبلوم ما عنديش دراهم ما عنديش سكنة ما عنديش حتى الزهر ما عنديش ما شافي راه يسكن هاد الزهر هذا بصح لو يقدر ربي ونولي شامبيون تاع لابوكس صورتي تولي في الجورنال هكذايا في التلفزيون كي تمشى في الطريق الناس يقعدوا يشوفوا فيا ويقولوا هاوليك العزيز راشد راشد الشامبيون ربما باباك هذاك النهار اللي استعرف فيا انا اقول لك صح ما نحبش راجل يكون بوكسور راشد اخدم شي واش به اخدم لي اخدم عليكم واحد برا شكون واحد جندي ما نعرفوش جندي نبيل صالح مو كوموندون واحد ثاني انجينير هاندي واش راكم شويه ما تسمعوش باك يا صاحبي واش راكم صافا 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 ايوا طولك الشعره اه شويه واش كنت تخلص الانستركسيون اه خلاص كملت يا حشره مازال في الصحراء انا في بشار انا ملاح تما وانتم مع لا ميكانيك اه دايما لا ميكانيك اه طريب لا راشد راه معايا ايوا واش راح نصبوا القهوي ونقصروا مليح صافا هكذا بعدا شوف كي شفتوا راح لي كلش الله يعزك شوف الحق وقت الفطور راح نبدلوا نعطيوها غسله ايوا باخذ ونفطروا مع بعض واش قصد صح نص ساعه انا جيت ما عندي واحد الشغل نفلح تم تم و... شوف تلقانا عند عمي عمر اه عند عمر تما كيما نظام شاتع اه صح صح اه تطالع عمر زعما سي خونا حط روحو شويطه ما عرفتش كي تفوق لي شافوداج وكان بيدون تاع البنتورا هكذايا جا ما شافوش شويه حكم زلق له البيدون وعمو الحاج كان من تحت هو جا يقول نب طاح واش شافي واش شاف عليها صاحب سبتك انت شفت عليها السباب انتوما هربتوا خليتوني وحدي انا كيفاش تحمل نهربوش الراجل ولا ضعف عيني حموره و... انا شفت راجل هرب هربت لا قتلوه اه اوه جعفر واش المسار راكم زوانين يا صحه جعفر واش راك صافا شويه انت ريح الكرسي لاباس واش راك صافا صحه بخير انت لاباس شويه لاباس راه عليك الحمد لله ايوا واش راك سيدي احكي لنا كيف جاز خلينا نفرنسي يرحم باباك وانت كاش قراد قريب ان شاء الله نجيبو ملي يبرقوا كاع ان شاء الله يا سيدي وكان يكمل فيها يجيبها كوموندون كاش نهار ايوا علاش لا يا سيدي برك انا من الخزان والله غير صافي هذا البيستو عندنا دويره الزوج ها بوف شحال عملت 6 شهور قول لي شحال مازال لك واش ديجا او كرهت يا ودي خصيتوني نتوما لو كان جو نقدر نقعد 10 سنين بلا ما نتقلق يا خو شوف صاحبنا واش ياكل شوف واش كاين الماكله دي ستيك فريت هو اي مالا جيب لي ستيك وجيب لي قرعه قز معك صح جعفر حكاو لي واحد الحاجه مي بصح ما حبيتش نصدق واش كاين لك راح البلاد تخدم الدار ما تكذبوش عليك يا خويا
سمال المجيا تيبخي كرفد الفاس ويقلب في اللط. مبروك عليك، حاجة مليحة على كل حال. جيب لنا شوية خبز صاحبي. نبيل. لك نعرف نكون هنا يا، عندي ماتش. إن شاء الله نكون حاضر هذه السيرة. إيه والله غير نفرجك، أنا معول هالمرة. إن شاء الله. رانا هنا باش نرفدوك، بصح فرحنا. أنا تاني هذاك هو، لحد الماتش وغدوة من ذاك نبقاو على خير. أكل فريد خبزة، ضرب أحمد كلبا، ذهب أحمد إلى المدرسة. غاية 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 غاية، هكذا نولي نحبك ونتفخر بيك. ولي ول والقرآن وش من صورة حطو؟ هات الكوت علي. أيوة عرض علي تشوف. صغير يما كش ما كان حبا سبيرين راسي يوجع فيا. شوفي في البيت فوق الطبيب لا في ما تصيبي الباكيت تاع الكاشير روح. صح صح هاي دا الخير بابا. مسا الخير. هيا تختك هي تقري هي اهو ناشط بزاف بزاف هي اروح تقري هي دوك نجي سفيان نروح نشرب اسبيرين ونجي. صح نوضي يا بنتي اللي قريتك شي قلتي عندك الامتحان نهار ثلاثة. نوضي عند الله زيد قرا لي شويه تشوف. أكل فريد خبزة، ضرب أحمد كلبا، ذهب أحمد إلى المدرسة، أكلت البقرة الحشيشة. حشيشة يا حمار. تيا الحمار مشينا الحمار. نادية مش هكذا مشي بهذا الكيفية هذا، كي غلط فهميه مليح. ما يفهم والو، عييت نفهم فيه والو. وشنو بديتو؟ نادية بركا ما تمشي في خوك. غني ما ديش في طريقها دبش في كل واحد. انت يا امي فمك ما هدرتش معاك. انت يا نشوفك في هاد اليامات سافا با ها شوفي عندك واحد الثقله يوري لك. عاودي واش قلتي؟ تعطيني بثقله. يا ربي يا ربي يلا يكفينا يا بنات. نسيا راكي قلب تروحي ونتهناو منك. شوفي يما ودوك اش ما قلت لها. نادية هذه اختك وكبيرة عليك كون عطا ربي تقدريها. ودايما نقولها بلي وين يكثر النساء يكثر الزباين. خيورة بو نغير منك على خاطر شكا عاد اخدي كاش سلطان. شوفي هاد المرة الاخرى يتكلمي معايا. منية لك راك تقولي بلي راسك راه يوجع فيك ولا واش ايش قطعينا. واش كاين؟ والو غير البنات كيما عوايدهم تلقى طول الفاق. دايما مساء الخير برك. مساء الخير راك كملت التدريب تاعك بكري. ولا طرينا كان عنده ضياف. ريح ريح ساعدوا خلفوها. شوف لنا واش الاحوال. لاباس قول لي وهذا السبور نتاعك اللي رجعت ليه يعني البوكس وراك راح تتبع فيه وتتعب هل تراك شما فيه فايدة في المستقبل تاعك؟ كيفاش فايدة؟ يعني نجاح إن شاء الله ننجح. كيفاش النجاح هذا؟ كيفاش نجحنا؟ ننجحنا نولي بوكسر مشهور لكن ما حماني فرقان موسى هذو مشهورين هذو انا ما سمعش بهم انا. تبرك ما تسمعش بهم يهضر عليهم كل يوم في التلفزيون في المجاهد. عاود مفيد المفيد كان درهم ولا ما كانش؟ درهم درهم فيها اللي يضربوا فيها الملايين في الخارج يضربوا فيها الملايين. في الخارج بابا تسمح لي راح ندوش. روح دوش روح بالك واقيلا راه مقطعوا الماء. عشي جي معايا نهار الخميس اذا كان عندك الوقت البليده ان شاء الله. انا الخميس انا عندي ماتش
ما نقدرش. واش دير قبليله؟ اوه ما على بالكش، خاف نسيب. الا ما تقدرش قول لي يا يما انني مشغول، وروحوا الخميس الماجي ان شاء الله. مالا حبوا يسقوا نسيب؟ الله رحاله، راني في حصله سواسوا. قلت لها مازال الحلقه، قالت لي هو ولدي هادي طفله تليق بيك، ترى تيها طفر فيك. ولا ادخل مخصوص اللي بنات فيها البلاد. وانت شفتها وما لاقتش بيه؟ ما شفتها ما نعرفها. صاي خو مانيش قابل نزوجها هكذا. لازم تشوف يا خويا، ولا ما لاقتش بيك حاجه اخرى. تحب يقول لك انا راح للدار وما لا يجوز ولا كيفاش؟ الا تسمى راح نخطب، هكا نعد فيها حسنه تاع الصح. تخلص البيضار هي ترم ليا باش خويا اللي عاد ترم ليا الحق ترم ليا تكمل الشابات وحنا. واسمها؟ واسمها فاطمه. خويا عفوا منك، ما تعرفش فين جات الانفيرمير واسمها فاطمه تخدم هنا؟ فاطمه؟ ايه، روح من جهه هنا وطلع الفقاعات. يعطيك الصحه. عقلتيني؟ أنا الصح ما عقلتكش، أخاطر أنت كنت صغيرة وأنا هذاك الوقت كنت متكيف. أنت عندك 7 سنين أكثر مني، عرفتك على خاطر عندي التصويرة تاعك في الدار. التصويرة تاعي؟ إيه، التصويرة تاعك كي كنت تدير لا بوكس. بعثتها لنا يماي. على بالك مازال ندير لا بوكس؟ نهار الخميس عندي ماتش. آه. صح ما نروهاش في التلفزيون، ما تفرجي بصح. هو أنا ما نحبش لا بوكس. نحب الموسيقى، المسلسلات، الأفلام، المسرح، بحال لابوكس. ليلى ما حبهاش، حبش لابوكس. حبيش لابوكس؟ أنا نحب الموسيقى. كاش راه نجيب لك يما؟ مرحبا بها. ها؟ مرحبا بها في كل وقت. وتجي نادية ومنيا، جيبهم. ها نادية ما شكيتش. قوا اسمها هذيك اختك الصغيره خليتها تدش بكري. شكون نصيره؟ راح صرا راك بالدور تشوفها طول مني. يا رشيد راه الوقت. لازم نروح على خطر عندنا التران. سلام عليك وباباك، وانا نستناكم في الدار. قال اختي يا سلامه. هيا روحوا هيا ما نباتوش هنا. ماحبش راجل يكون بوكسر. علاش؟ خطره يجيني معور، خطره يجيني من سنانه مكسرين. واش رشيد؟ واش بيك؟ راك تخمم؟ Thank you.
دايما الدب ديال جيبوش تاعك كان ديال جيبوش تاعك عمي غاون تعيش ولا كلمه الله يدك وانت تفرك انا ملخروض ومن على الهضره تاعك لك ندير الجيبوش من اللي ندير الجيبوش من اللي ندير الهضره تاعك وانت تجي تدك ليه فهمتني Thank you.
هيا اليوم فرحتنا تاع الصح على خير. لو كان دير من هكذا نستعرف بيك. الله يعطيك الصحة رشيد. أنا كي راكم فرحاني راني فرحان. والله مالا غدوة تسهل. يا غدوة إن شاء الله مالا. الكار تاع الأشهر. مالا ونجي ونشوفك غدوة. أسمع. تهلانا في الطوموبيل تاع الناس. لا ترقد راح يا أخي. نستنى فيك. واش لاباس؟ لبعد بريمير راوند الدوزيام الثروازيام جبتوكا الحمد لله ربحت يا وليدي ويعطيك اللي جيت انت بخير. عينك واش بيا؟ والو يما والو جريحه صغيره برك. روح سخلك العشاء. ما كان لها يما ولا غراني شبعان. كنتي تبكي؟ لا لا كاش مصرى؟ مصر والو غير من الصباح عيني تدمع مانيش عارف واش بيه. نجيب لك شويه فاكهه. تحبي توكليني بالسيف اليوم؟ غدوة ناكل يما. راني نشوف فيك راك تعبان. روح ترقد يا وليدي. صباح الخير. الله في راحتك. هاي تلفون. على خير. سلامة. شي اللي خدم له قاعيتك والتعب اللي تعب له قاعيتك وتجي وتقول لي حبس هكذاك وتجي رايح. مانيش عارف. اختي لا حبيت نربح نربح مره واحده في حياتي. عمري ما ربحت. كل يوم نخسر. ما لا قلت حتى دخلني الشك. كنت نخمم باللي كاش دعاوي كاش سحور. ومن بعد فهمت باللي كي يكون القلب كي تكون الإرادة بنادم يربح. سي رمضان صح انت اللي عاونتني درت فيا الثقة وهذيك الثقة فهمتني في بزاف الحوايج. يعطيك الصحة سي رمضان. واش حاب نقول لك انا؟ غادي نسكت انت مولاه.
جعفر. وهذا وشنو هذا؟ هذا فول بدا ينبت. لو كان تشوف شحال فرحت كي شفته خرج من تحت الارض. وليت نتصفق ونصطح وحدي كي المهبول. وجماعي اللي شافني في ديك اللحظه قال لك هذا هبل عندهم الحق، على خاطر ما كانوش يحسوا بالشي اللي كنت نحس به. اول مره في حياتي نحس روحي باللي عملت حاجه مليحه وفيها فايده. صح تعبت، صح قريب نابوندون. واليوم راك تشوف الله يبارك كي نذوق فوله من الفولات هذو نحسها بنينه حلوه، على خاطر خدمتها بعرق جبيني وتعبت عليها تاع الصح. السلام. السلام. الله يقبل يا سيدي. علينا وعليكم ان شاء الله. أراك تصلي؟ لازم. الناس كانوا يصلوا، بس يقولوا كما هما. إيه، ماشي هذا هو السبب. راك تشوف وين ما تلوح عينك تشوف زوج حوايج، الأرض والسماء، الباقي كل زيادة. في المدينة الكبيرة الأرض غطاها القدرون والسيمان والوسخ حاشاك، والسماء غطاها البنيان العالي والدخان وخيوط التريسيتي. أنا تاني واقيلا نجي نصطالي قدامك، ندير لها قريبي هنايا ونصطالي. لا لا خلاتك مرتك. كاين ليه عرس ولا وشو؟ ايه هذه وقيله زردة سيدي منور. ام رايحين للقبه لهي. روحوا نشوفوا. هاي يلا. ايه يا رشيد. Thank you.
هيا قال خير قال خير سلمنا على الشيخ يبلغ ان شاء الله هيا سلم لك تجيب العرس ان شاء الله واش نرسل لي قبل اللي بيامات ان شاء الله ان شاء الله طلع في روحك راه ما تخافش سلمونا على العاصمة يبلغ يبلغ رشيد جعفر راه لاباس عليك شنو ميزه وبدا يفلسف السماء الارض مش عارف انا يا كاك انا واش اش من قربي يحب يدخل في المعنى تطلي قدامه ونقصر معاه حلاوه ياك العاصمه دي زافير وتعرف دي ولا كراج ميكانيك جنرال شي رضا اي رشيد زير بولون بعشر الاف لا خمسة وانا خمسة لا خمسة وانا لا خمسة وانا كيفاش هذيك الغنية تاعك لا خمسة وانا وانا خمسة انت خمسة وانا خمسة نهبطو للحماصة نضربو خمسة بعصا وحنايا شبعانين يا ديوان صالحين ديوان يا خمسة وانا خمسة نهبطو للحماصة نضربو خمسة بعصا وحنايا شبعانين يا خمسة وانا خمسة انا بطول الحماصة نضربو خمسة بطاطا ولا يا مش بعاني